أولاً أنا أعتذر عن غيابي خلال الأيام الماضية بعد يوم القدس إلى اليوم، لأنني كنت أعاني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أن أخطب. تصاعدت الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول مرض حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وسط تأكيدات البعض بأنه على فراش الموت ويعاني من شحوب وضيق في الجهاز التنفسي، مرجحة إمكانية إصابته بالفيروس كورونا، بينما ذهبت تحليلات أخرى للقول بأنه يعيش حالة من التوتر والقلق نتيجة تهديدات وصلته بالقتل، وأنه يعيش في حفرة تحت الأرض بعمق 15 متراً منذ ما يقرب من 15 يوماً. وتناثرت الأنباء على منصات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية مؤكدة على أن أنصار حسن نصر الله يقومون بتوزيع الأطعمة والعصائر والمياه في الضاحية الجنوبية في لبنان بنية شفاء الشيخ. وتداولت التساؤلات، هل هو مرض طبيعي أم سياسي؟ أم هو بداية لإنهاء حزب يتم بيعه؟ فكتب نبيل منصور: أعتقد أن مسألة مرض حسن نصر الله بكورونا كذبة، روج لها الإعلام الإيراني لرفع الحرج عنه حين لم يخرج بتصريح واحد أثناء العدوان على فلسطين، سيخرج بعد فترة وجيزة بخطاب يدعو فيه إلى تحرير القدس. وقال منصور: عبد الله حسن، إن المسؤولين في حزب الله صرحوا أن حسن نصر الله فعلا مريض ولديه نوبة تحسس وبعض الالتهابات الصدرية، وهذا ما ظهر منذ أسبوع عند ظهوره الأخير على التلفزيون. ويؤكد مسؤول حزبي في اتصال مع حسن أن صحته في تحسن، فصوته عاد إلى طبيعته، والأنباء التي تفيد بوفاته غير صحيحة. بينما كتب خالد الحماد متسائلا: هل مرض نصر الله طبيعي أم هو بداية لإنهاء حزب تم بيعه من قبل مشغل؟